السلام عليكم جماعه الخير، مرحبا بكم في فيديو جديد فلاش داكيرا فورماسيون. معكم ابو علام، هذه لا دوزيام بريزونطاسيون تاع لو سيت ويب داكيرا.com. في الفيديو السابق كنا حكينا على الكتريستي اندستريال، لي فيشي بي دي اف، لي فيديو، حكينا على شحال من امور هكذا اللي يقدر الانسان يتيليشارجيهم سور هذا لو سيت هذا، لي زابليكاسيون اللي شفناهم ديجا من قبل. في اليوم ان شاء الله راح نشوفوا لي شيما الكتريك، نقدر ندخل لهنا في هاد ليكون هذه باش نشوفوا لي شيما الكتريك هنايا، لي شيما الكتريك تاع باستونسون الا حبيت تاع الباتيمون، كيما نقولوا لي شيما الكتريسيتي باتيمون، بيدير من طابلو الكتريك، من سامبل ليماج، دوبل ليماج، تريبل ليماج، الفاي فيان، دوبل فاي فيان، اكسيتيرا. دونك يسوفي ان سامبل كليك باش تقدر تشوف مثال ان دوبل ليماج، مثال هذا الا نسيت مثال لو شيما كيفاش تركبو ولا على بالي بلي هذا الشيء هذا بالنسبه للناس ديبيتون مبتدئين في دومين هذا تاع الالكتريسيتي. هاوليك هذا نعيطوا له بصح، وشنو ميم ناس اللي راهم 20 30 سنه كما يقول لك اكسبيريونس، هذا استان شيما اركيتكتورال لازم تفرق ما بيناتهم، لو شيما دو برينسيپ اكسيتيرا. كاين اربع انواع تاع لي شيما كنا ديجا تحدثنا عليهم في فيديو سابق، هكذا كل هنايا كل شيما راح يعطيه لك مثال. لو كان نروح مثال تيلي ريبتور هذا اوني بولار راح يعطيه لي بثلاث لي شيما، فيدير لو شيما اركيتكتورال، لو شيما اركيتكتورال كيما راك تشوف لهنايا، لو شيما دو برينسيپ، لو شيما ملتي فيلر، بدير بليزيور شيما كامل تاع لو تيري ريبتور. واش عندي زيد نوريك ثاني لي نوسيون دو باس، هادي دائما نحكي على الناس المبتدئين في الدومين تاع الالكتريسيتي. لي نوسيون دو باس فيدير بزاف منا لما ما يخالطش بزاف، ما يخدمش بزاف الالكتريسيتي، فيدير تكفلو شنو هو لو كورون، شنو هي لاطونس، لي باز، هاد لي باز هادو هما لا بويسونس، لونيتي تاعها شنو، مثال الا ما حبيتش ندو لا بيسونس قال اخويا مثال لاكتيف رياكتيف، على بالي بلي كثير من الناس في لا بيسونس اكتيف رياكتيف هنا يحصلوا، فيدير هنا واش راح تلقى الا كليكيت مثال وشنو هي لا بيسونس رياكتيف نسيتها، قال اخويا هاي لي كليكي دوكا على لا بيسونس رياكتيف وشنو هي، ها هي لا ديفينيسيون، تحب تقراها تعريف كامل، ومن بعد عندك اون فيديو تحب تشوف هاد لا فيديو هادية تسبليكي لك شنو هي لينيرجي لاك تري امبورطون هادية، هكذا تحب تعاود تولي باش تشوف اون نوسيون واحدة أخرى وشنو هي لينيرجي إلكتريك، بسم الله اكسيتيرا. دوك نتايا واش تسحق لهنايا، فيدير أنا واش راني نمشي باش لو سيت هذا يكون مرجع للناس، نروح نعاود نولي علم ينتفع به باش هاد لو سيت هدايا الناس تنتفع منه. هنايا لاتونسيون، ها هي لا ديفينيسيون، وهاي ليك عندك دو ولا تروا فيديو تقدر تشوفهم تحب تتمتع بهم الى حبيت. فوالا دوك هذا واش عندنا في هذا واش بريزونتيت اليوم في داكيرا بوين كوم. نبشركم بالخير، لي شيما الكتريك ماهوش غير الباتيمون، كاين ان شاء الله لي شيما الكتريسيتي اندستريال، وهذه كثير منكم اللي راه يستناها رايحين نديروهم ان شاء الله زوج ولا ثلاث انواع، باسكو على بالي كاين الناس اللي يفهموا بلي كي نديروا لي شيما افيك لي سيمبول الكتريك وهذا الصوالح هكذا، كاين الناس يفهم فيدير ان شيما سينوبتيك، وانا هذا الشيء هذا اللي راني نحوس نديرو ونزيد معاه ان شاء الله اون فيديو، وعلاش لا هكذا. هذه قريب ان شاء الله رايحين نشوفوها ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الماجي ان شاء الله. نذكر برك بلي اليوم الخميس نورمالمون تشوفوا الفيديو الرابع في الفيديو الرابع تاع لي جروب الكتروجين، ما نسيتوش برك هذا الاسبوع هذا ما كانش عندي وقت باش نديرو، الاسبوع الماجي ان شاء الله يكون عندكم الفيديو الرابع تاع لي جروب الكتروجين. تهلاو بزاف في رواحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.